السؤال علاش علاش كترد السؤال علاش الحمار علاش كترد السؤال علاش 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 كترد السؤال علاش كترد السؤال علاش صاحبي ما درتش ما درتش واش السلام مرحبا بكم في فيديو جديد بلاش كنخوت نتوما عارفين فين كاين دابا انايا انا دابا كاين في السطح ديال دار الخوت المهم اسمحوا لنا بزاف حيت طلعنا لكم من ناحيه الفيديوهات على الخوت مابقيتش كنحط لكم بزاف الفيديوهات مع الوالد يعني السيمانه فايته ما حطيتش فيديو فاسمحوا لي بزاف الخوت طبيعه الحال هذه السيمانه هذه غادي يكون فيديو جديد وهذا الفيديو غادي يكون على شكل برانك بزاف منكم طلبوا مني في لي كومونتير وفي لي ميساج انني نحط لكم فيديو على شكل برانك فارتأيت الى انني ندير لكم شي برانك يكون واعر واعر بزاف للوالد وشي حاجه الحماق ديال بصح الخوت فمن بعد السيمانه ديال التوجاد وجدنا شحال من حاجه قررت انني ندير واحد البرانك للوالد اقتراح خطير انا بعدا شاك ان هذا يقدر يكون فيديو زعما يحد هذا الشيء هذا حيت برانك خطير ديال بصح المهم البرانك التالي غادي نحاولوا اننا نوهموا الوالد بانه خصو يشوف واحد السيد ضروري هذا الصباح هذا درت مع الدري صاحبي اللي غادي تشوفوه من بعد الخوت غادي يجي دابا هو اللي غادي يدي عندك السيد الوهمي فاش غادي يخرج الخوت غادي نجيب صحابي حسام ومعاذ غادي نشدو كاع الرحيل ديال الدار والماري والما عند دادر داكشي كله غادي نشدوه غادي نخرجوه وغادي نديروه فشي غونضه وغادي نديوه لواحد الكراج وغادي نحطوه تما ففاش غادي نساليو المهمه ديالنا غادي نتصل بها انايا نقول لها ودي راه الدار تشفرات وفاش غيجي هو غادي يشوف داك الديكور ديك الساعات غنشوفوا الرياكسيون ديال السي محمد واش غادي يشد فراسو ولا غادي يجي شي انهيار عصبي فيا ربي ما يجيش هذا الانهيار العصبي ان شاء الله كلشي غادي يدوز بخير وعلى خير درنا مع مول الغونضه درنا مع مول الكراج درنا مع الصالحي اللي غادي يدي الوالد لتما لديك البلاصه فكنتسنى غير السيد دابا اللي درت معاه يدي الوالد ديك البلاصه انه يسالي واحد الشغل ومن بعد غادي يجي الوالد حيت دابا ما نقدرش نصور شي فيديو قدام الوالد حيت غادي يشك انا طلعت للسطح الوالد كاين في التحت المهم انا غادي نمشي نقول لواحد السيد باغي يشوفك ضروري المهم خليكم معنا الفيديو باقي طويل بيس ليكم وقبل ما نبداو الفيديو الخوت غادي نبارطاجي معكم واحد لاشين ديال واحد السيده كدير فيديوهات ديال الطبخ كدير فيديوهات واعرين على العشران غادي نحط لكم اللين ديال لاشين في الديسكريبسيون بغيت كلشي الخوت كلشي يدير بوز للفيديو ويدخل عندها العشران ويدير ليها سبسكرايب ويقول ليها في الكومونتير من عند والو ما يضيع وان شاء الله الخوت بغينا نشجعوا بزاف ديال المواهب اللي يعني مازال ما بانوا في المغرب ديالنا وان شاء الله تستافدوا من هاد لاشين الخوت اللي غادي نحط لكم ها هي اللين ديالها في الديسكريبسيون وبيس ليكم على العشران المهم الاخوان ها هو الصالحي جا عندي دابا حدا الدار الوالد عاد تغدى وغادي نصيفطوه دابا نصيفطوه دابا لعندو باش يمشي يتلفو شوف تلفوا لي شي ساعتين ولا ثلاث سوايع ما تجيبوا لي تنصوني لي حتى الغدا ويا قال هذا الغدا لا شوف ساعتين ان شاء الله ولا ثلاث سوايع بما خوينا حنا الدار وتكرفصنا على الدار مزيان عاد ديك الساعات تنصوني لي انا هو وغتجيبوا وغادي نشوفوا الرياكسيون ديال السي احمد المهم الخوت ها هو دابا غادي يدخل ها هو مشى الاخوان ارى ليا المهم العشران انا دابا بقيت بوحدي في الدار وليت فري دابا غادي نعيط لصاحبي حسام ومعاذ وغادي نقول لهم يجيو باش نخويو هذا الشيء كله المهم هذا الشيء هذا غتشوفوه كي كان قبل وكي غادي يولي بعد شي حاجه الخلعة الخوت المهم خليكم معنا فيديو باقي طويل وبيس اهلا الحيوانات كيف الحال؟ واش هادي الفرامل اللي وليد ويا صاحبي الغدا ما كاينش السلام عليكم اشي كاين 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 المهم الاخوان عجبنا الكرتونات باش نعمرو داك البلا اهيا اش كديرها اش هو انت مريض ولا مالك شوف اهيا وراه نجيبو الهندا واش مرا صاحبي الله يهديك والله يهديك اصاحبي واش هو انت مريض اصاحبي واش اهيا قول لي عندك لوحة التلفازة ايا ايا واش خوت الوالدين واش نتا بعقلك ولا مالك كنديني نرحلو الدار اش هو ترحل الدار واش بغيت ترحلها من الشرجم ولا راه كنك باش نسربي وغير وانا ضا وانا ضا قال يوك عباد الله المهم الخوت دابا عاد دخلنا لمصات الوالد كيحول ليا البخار من الشرجم بالله الخوت الا كاينين هنا شي مقادير غير من نفسه المهم الخوت دابا حنا غادي نبداو بهذا الماريو هذا غادي ناخذ من لماعز هما ما غاديش يخرجوا ما غاديش يحطوهم في الهوندا غادي نديروا لهم جبنا لهم الكراتم ديالهم وغنحطوهم في البيت الاخرى المهم الوالد ما غاديش يفصل البيت الاخرى اصلا غادي نخبيهم تحت الميضه فتا نتوما تشوفوا كيفاش غنخويو هذا الشيء هذا الاخوان غادي يبداو في الافاق ديال الدار
امشي عليك هو امشي عليك صح انا في 10 فروش البلاصه هذا طيب طيب ويلا أمام راه عزيز على الوالده صاحبي عرفتي بشحال شرا 100000 اه يا وراه قطعتي يا صاحبي الكيبلان ديالها. المهم انتم راه خوينا هذه البلاصه هذه شي واحد الخدمه درنا للوالده ولكن نعاونها ضروري. المهم الاخوان واخيرا خوينا هذا الشيء هذا غادي نحيدوا باقي هذه التلفازه هذه وغادي نحيد نغبروا هذه الخيوطه هذو وهذا الشيء كله اللي كتشوفوا فيه دابا الخوت غادي يغبر حتى هاد الجوج هاد الحمير هادو غادي يغبروا فلسطين الله ي... عطي راه عيا ومساكن الله يخليهم ليا غدا اقسم بربي ما نعقل عليك سير هو فحال هكا انتم 20 ال 20 كيعاونوا ال 20 ديالهم 20 كيعاونوا 10 كيجيبوا الغدا ل 20 ديالهم يا الغدا 100 درهم ديال العطاش 100 درهم واه ما درتيش ما درناش معكم اصاحبي 100 درهم اه واش دير قول قولا لا 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 صافي صافي 100 درهم تقسموها بيناتكم ياك اه صافي جاتكم سي مصطفى ها هو مول الهندجه وبصحتو راه ليا سي مصطفى يا بلاصي بلاصي هنا بلاصي هنا ربي الهندجه غصه بلاصي هنا بلاصي هنا سي مصطفى سي مصطفى دي ماري نصحك دي ماري لا 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 غير اجا قدام سي مصطفى تخاف والو دابا هو مول الهندجه غادي نخويو هذا الشيء هذا يلاه نوضوا الدراري سي مصطفى جيتي في الوقت المناسب ودابا مصطفى كيف الحال كلشي بخير ولا توحشناك وهداك دير واحد الوالد الله يلاه سلامه ودابا مصطفى ان شاء الله راه غادي نحلو شي رحيل ولكن راه ما غاديش نعطلوه راه غادي نديو وغنجيبوه غنديرو براك الوالد صافي هاني هو هذاك ماشي هو هذاك الله يحفظك ليه ودابا مصطفى تحدي تحدي اللي زلق اللي زلق بالراس سير واحد جوج ثلاثة الله يلعن هذا والله صبر اجر في هذا الفيديو لوح الثقل ديالك اللي قدام ياك واحد جوج تفادوك صافي واحد جوج جوج ثلاثة انا خشبات والله الا شي يلبس الارض والله نحيدو الفايونس لوح التلفاز من تمانيت الله يعليك القصيده دابا ولات بحال لا الله يعينك مانيش وما غاديش نسوا الدرع بطبيعه الحال الخوت شكرا بزاف على اول 100000 ان شاء الله غادي نوصلوا المليون مليون ابوني ان شاء الله ان شاء الله شي واري ما مزيانه في مليون صاير لي نفس الصوره ود الحمار اصاحبي المهم الخوت دابا حنا الهوندا دابا راه عمرات غادي نمشيو نديوها دابا عند الكراج عند السي صالحي وغادي ندخلوها للهوندا ما غاديش نديشارجيو هذا الشيء حيت غادي نصوروا غير اللقطه فاش غادي يجي الوالد دابا من القهوه ياك ابو عاد دابا كاين في القهوه والله يعطينا وجهك والله يحشمو عليك اصاحبي ادي دابا لا تطرق لكم العرق اصبر
يلا با مصطفى دخل ديك البربوشه صبرنا لا بطوب بطوب باقي يلا سير 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 مصطفى حيد لهم الراس الراس دير موعد الراس دير موعد سير 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 مصطفى ورك طلع موعد صلى الله عليه وسلم حاول حاول عوج لك السقف دابا مزيان سير الله المهم الخوت كيف ما قلت لكم من بعد ما جاب صاحي ضرب الوالد ديالي خلاه في القهوه وخلاه عند شي صحابو المهم شي صحابو كيعرفوه في القهوه ودابا راني كنصوني ليه ما كيجاوبش انا غادي نصيفط عاوتاني لصالحي باش يقول للوالد ديالي انني راه محتاجو في شي حاجه ضروريه وخصو يجي عندي للدار الكاميرا الاولى ها هي راه شاده البلاصه اللي عليها كلشي فغادي نمشي نبيك الكاميرا الثانيه الخوت الخوت الكاميرا الثانيه شاده المجر ديال الوالد وهاد البلاصه هادي وشاد الباب ملي غادي يدخل الوالد الخوت صنع لي الدري ها هو الوالد جاي دابا في الطريق يا ربي تفك هاد الحديده بخير وعلى خير انا نمشي ندير الكاميرا اخرى الكاميرا جوج از ورك مع الخوت الى خيفات شدناها الضحكه المهم الله يبارك اللي مشى الحمار ما عطل الله عليك اولا الناس ولا الحرام ولا الدين الكلاب ما عطل الله عليك الحمار قبح الله يوسعك الى ودي قبح الله يوسعك الى ودي انا ودي واجي دابا نشوفو هنايا نشوفو دابا شاد لا شاد شادو في هادشي هذا ما عمرك توضى الصوالح علاش كتوضى الصوالح علاش كتوضى علاش الحمار علاش كتوضى الصوالح علاش 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 كتوضى الصوالح علاش علاش كتوضى الصوالح علاش 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 واش انت احمق ولا مالك؟ نعرف الله عليك الاحمر
قبح الله يوسعك الى يوم الدين الحرام. يلاه حبيبي ويلا ما عرفتش تسمى والد مراعاتي ما مديش ليا هاد البريك هذا هاد البريك ما ديروش ليا ولا هادي ما عمرش ليا هاد الشيء هذا ودي راه كاين هادكم على والد صاحبي فين نمشيو نضرب نمشيو للسجن وا داك الشيء راه صافي داك الشيء دابا الله يهنيك في الشومه صاحبي وهذا شكون اللي جبدوه لهنا صاحبي شكون اللي جبدوه لهنا وا الصفار فاش ما قدوش يهزو الله يهنيك رجولي شوف باش ملي يشرب يلاه عرفتي ليا البرا ما تقدرش ها هو ولا كيضحك عرفتي ليا البرا شنو عندي الوالدين الوالدين راه شفت فيك غلطيت راه شوف سوء هادو هما الناس اللي قالوا لي دير دير ليه برانك وراه درت لك انا برانك واللي هذا ماشي برانك هذا تفرت الدار ماشي شي راهو كل اللي تصرفي كل اللي تصرفي والواليد والواليد راه ديك ديك البيت ما قصت فيها والو والله ما قصت فيها شي حاجه واش عليك شو ما عليك اصاحبي رونتي كاع قلبتي الدار كلها فين هما المضرب اه المضرب فين هما مشيت داك الشيء كيفاش مشيتي داك الشيء داك الشيء مشيت بعتهم سير هو الله يهنيك راه شري شريك مضرب جداد والله سير هو قال لك شري كاع كاع ما درتي لنا الضرا دير لا راه فلوس خلي شوف هذا الشيء هذا ما تديروش ليا انا فيا السكر فلوس شوف انا فيا السكر فيا التونسيون ما تديريش ليا بحال البركات هادو ما عمرك دير ليا بحال هذا الشيء هذا ودي راه قلت لك ما عمرك دير ليا بحال هذا الشيء ودي راه ما تديريش ليا بحال هذا الشيء راه يطلع ليا السكر ودي راه ضحكت معاك انا صافي يكون هاني من اليوم ياك الوليد اه ضحكت معاك فهمتي انا صاحبي خلعتينا صاحبي فاش دخلت الكرسي راه بيت زعما كاين اللي بين لك خلعتينا صاحبي الله يهديك دير راه ضحكت معاك دير راه ضحكت معاك دير راه ضحكت معاك طلعت لي 10 غرام ديال السكر 10 غرام كون عطيك 10 غرام ما عنديش باقي انا دابا راه عيطت على حسن باش راه يجيو دابا الدراري شو ما عليك باش نطلعوا غير داك الشيء بلاصتو شو ما عليك هذا الشيء اللي درتي والله العظيم هذا الشيء اللي درتي لي راه ما عمرك تعاود مازال هذا الشيء صافي كون هاني ما عمرك تعاود هذا الشيء صافي هنا هو الكاسكيت ديالي ما مشات ابي مشات ديك الكاسكيطه ما سولتيش عليها هذيك الحمار اهم حاجه ما سولتيش عليها انا بغيت الكاسكيطه ديالي انا بغيت اهم حاجه ما سولتيش عليها شوف اش كان هنا هو بغيت هذه الكاسكيطه ديالي فين هي اش كان هنا الكاسكيطه البيضاء اش كان هنا هو كان دير على البيت زمينا هو حتى هو دا الصفرا ودي الله يهديك هو يضرب شوف كلشي هادشي هادي يرجع بلاصتو وراه لاباس ما خويتش ليك ديك البيض الاخرى اما ندير لك الكواش وغندير لك كلشي وغنخليك سولو مينتي ما مزيان انت انت راه خرجوا رجليك في الشواري ياك راك غادي برقص انا حمادي غادي يكون انا الوالد الله يهديك غادي برقص انا كنضحك على الوالد صافي سي با لوجيك هذا الشيء اللي كدير ماشي لوجيك ماشي معقول هذا الشيء سي با لوجيك ماشي معقول صافي صافي الوالد هذا هما اللي عطاو لي الفكره ها هو حسام وما عاد عاد عطاو لي واحد اللي هو صافي سيو عمال اش هذا الشيء اللي درتو ليا اش هذا الشيء اللي درتو ليا ولا ولدتي ليا الدار اصاحبي لا يلعبوا المعرفه ديالكم كاع انتم انا جيتي كيفاش رونتو الدار هنايا كيفاش انا جيتي اصاحبي شوف رونتو كاع الدار اصاحبي رونتو الدار لا الوالد هما مالي الفكره هما مالي الفكره الوالد كنا اللي خرجوا هي اصاحبي شو ما لا لا زيد راه قبح الله يوسعك اليوم سير مع الوضع عليك ولا لا سير 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 واش جيبو لامك؟ علاش اش غنجيب فيه انايا اش نجيب فيه؟ طوس اخر طوس هذا اللي لاحق ها هو هذا الله يوفقك الى يوم الدين علاش تجي علاش؟ سي محمد واحد اخر واحد اخر واحد اخر واحد قول اوياو قلت ليه والله العظيم الا لحدوني كاع الوليد 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 اجي راه طلعوا ليه السكر والله طلعوا ليه السكر شوف والله سيدي راه بالله نضحكوا معاك ابدي وشوف راه الفكره الفكره راه ديالها شنو هو الفكره ديالي انا ديالي راه انت ما حاملني ونزيد حاملش من الضحك لا لا في الحقيقه الوليد في الحقيقه الوليد راه انا هو مول الفكره عرفتي علاش وعلاش انت هذه الفكره شنو الفكره عندك انا الزيرو ديال الفكره والله والله عرفتي علاش الزيرو الوالده دابا الوالده قالت لي قالت لي بغات تسيق فهمتي ايوا ما قادرش على هذا الشيء ديال التسياق وداك الشيء وجبت هذو الحمير هذو فهمتي هما اللي هبطوا على هذا الشيء راك حنا من درتي ولكن اش حبيت درت لكم انتم الدرجه الاولى ماشي ضرب 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 حيجه ضرب ضرب
والله الا معاك في الصحه والدواء والله الا بصح والله الا بصح اقسم بالله الا بغات تسيق الوالده ودرت لكم محشومه عليك اصاحبي محشومه عليك لا بس دخلت انا داير فرانك درت لكم فرانك بجوج دوسو حتى الواليد شكرا عليكم ما غادي نلعبكم دابا كنتسنى الفرانك اللي غديروا لي نتوما يلا بينا ليا لا هو في الحقيقه الواليد الا جيتي تشوف هذا الحيط هذا فيه عرفتي راه الرتيله ديال 2016 شوف شو 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 راه هذا شحال درت درت فيك خير دابا على هذا الحساب والله الا درت فيك خير والله راه مريم اه يا قال لنا البرانك الوليد دابا وانا دار جوج برانك قادر جوج برانك وداروا البار وبلاتي دابا الوالده ما تستاهلوش تعاونوها ودابا بلاتي قلت لكم تعاونوا على هادشي باش تعاونوا حتى على الضره تعاونوا على شي طاجين ديال المعزي والله ضوانه الوالد الوالد اجي تشوف اجي اجي تشوف ها انت ها انت كتشوف ها 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 شتي كلشي القش ديالي مشى كلشي القش ديالك مشى وراه شوف ها ابو مصطفى الكاسكيطه ديالي راه حتى السي مصطفى مشارك معنا داير بخير دابا واه دور فيها وراه حتى هو مشارك معنا ايا واش حتى انت شاركت مع هادو واش يقبح الله يوسعك يا يوم الدين انا عط الله عليك شو ما عليك اصاحبي هذا الشيب ديالك وكل شيء انا عط الله وانا عليك شو ما عليك اصاحبي ما تخلص والو والله راح تشوفي كاع شو غيضحك معاك السي مصطفى راه ايه هرب اصاحبي هذيك واش انت مريض بيت تعصب وغيهرب لك بديك الهوندا باش تبقى مخليك هنا في الطوس يا الدراري يلا كملوا خدمتكم داكشي اللي بديتوه كملوه السي معاذ انا كاع عرفت نخليك بواحد نشدو كاميرا ونبطل لا 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 والله سيدي ما متفقش لا دابا ني نديرو ليه حنا البرانك والله طلع انا بعطل على شي لا 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 في الرجل معاذ لا الوالد الوالد لا طلعوا هادشي ليه ولا حتى طلعوا اوه ولا حتى طلعوا وحق ربي اذا طلعوا صافي صاحبي اجي مابقاش تقول لي صافي ما خشاش شنو غتلعب واش هذاك الشيء اللي بغاو نزعبو حتى تقبع من ولا انت غير ما كتوش تخدم شي باش انا ناجد الكاميرا دابا زوينه عندي دي 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 سي محمد شنو تقينا هذيك دابا عاد طلعنا السر ديالنا والميداج وداكشي كلشي اللي خرجنا طلعنا ياك ياك فيريفيتي داكشي ياك سي محمد اييه ما عرفتش باقي شي حاجه لا باقي والله صاحبي الله يهديك ودي الله يهديك سؤال سي الغالي مول واش مخد المهم الاخوان غيكون سال الفيديو ديالنا الخوت دابا هنايا الحمد لله درنا فرانك بضربه للوالد هو هذا تبارك الله عليكم ديما جي بارطاجي الله عليكم خوت ما تنساوش لايك الخوت الفيديو ما تنساوش لايك الفيديو كومونتي على الخوت عطيك الانستغرام ديال الدراري معاذ بسام وفصل حيت في الديسكريبسيون الخوت وداك الفيديو هذيك لاشين اللي قلت لكم الخوت ما تنساوش تدخلوا ليها حتى هي وتابوناو عندها وبيس ديما جي بارطاجي ديما جي وطلع